اليوم شهدنا افتتاح معرض المغامرات في مركز اكسبو الذيد بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. معرض المغامرات هو احدى المعارض المهمة التي تقيمها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع إدارة مركز اكسبو فرع الذيد. طبعا يشمل على اكثر المحلات اللي هي طبعا مع قدوم فصل الشتاء من مستلزمات التخييم وكل انواعه، إضافة الى مشاركات عدة شركات متخصصة من داخل وخارج الدولة في هذا المعرض لعرض أحدث منتجاتها لعام 24 و25. ندعو الجمهور الكريم طبعاً لزيارة هذا المعرض الكبير في دورته السادسة لما يحتوي وما يتعلق من مستلزمات التخييم وأي شيء يتعلق أيضاً مع قدوم فصل الشتاء.